تعتبروها. احنا اليوم مش المشي تاعنا تاع الصحراء هكذا، كون جيتو رجال عندنا مشكل بين زوج خوان نصلحوا بيناتهم ونجوا في الوسط، ما نجوش مع واحد ضد واحد، باسكو نتوما موالفين بالفتنه يا ولاد الحرام، فهمتوا؟ واليوم انا نقولها، انا ما تمثلونيش، انا ما تمثلونيش، ما عنديش خصومه لا مع الشعب المغربي اللي هما خاوتنا اقرب جاليه لينا اليوم هنا وهما الجاليه المغربيه، ما عنديش خصومه لا مع الشعب المغربي ولا النظام المغربي، النظام المغربي رجال عليكم، مالك السادس هذا محمد السادس يا تبون راجل عليك، راجل عليك، النظام المغربي رجال عليكم، روحوا شوفوا الناس اللي تحب تهضر والناس هنا الجاليه تقدر تكون في